مشاهدينا الكرام، صدر اليوم أمر سام فيما يلي نصه. نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك. مزروع في المكان اللي انت قطتني فيها الحين من 3 ساعات و24 دقيقة و25 ثانية 26 ثانية 27 ثانية اخلص انت وين؟ فصلني. انا بعتمد على الله ثم على نفسي. زوجتك جت وسحبت فلوس من حسابي. هذه قائمة مشاوير اليوم. انا سنت لله. احنا وش فهمنا في المطاعم؟ فاشلة. مو شغلك. كذا يا ابراهيم؟ كذا ونص. توكل على الله وبتنجحين ان شاء الله. قلنا لك روح اتعلم السواقة ونطق لك اطلق موتر. امك ثم امك ثم امك. انت حتعرف تروح ولا روحك انا؟ ماخذ عقلك صار انا سلمى. لا تمسكين علي خلاص صلت لسان. كذاب يقعد واضح من عيونك قاعد تتكلم. والله شوف من عيوني. قصة يا حي. لقيتها. يلا نسوي نسوي. بعيدة عني. وانا اول زبونة عندكم. زوج فجر يا زوج فجر. بكره تعلمين السواقة تحطين بعد. انت عارفة اني انا اعرف اسوق من زمان. اخيرا ببدا مشروعي بقروشي انا. انت وش تبين بالضبط؟ لولا انا شايل الشغل على راسي كان فلوسك هذه طارت من زمان. دائما ظالم امي وسرى. تذكر ان هذا حبك.